كان يعتمد على عصا قبل اتخاذه المنبر. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يستند على جذع، فأتاه رجل فقال: ألا أصنع لك منبرا؟ فصنع له منبرا من ثلاث درجات يقعد على الدرجة الثالثة. فلما صعد صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حن الجذع شوقا إلى ذكر الله، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمع صوته الصحابة رضي الله عنه، فاحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري. عند أحمد وغيره قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وعند الدارمي أصبح له خوار كخوار الثور، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بدفنه فدفن.